طلبة الدرس الثاني من الفصل الثاني الحقل الكورة مناصر. قبل بداية الدرس ودي أن أستضيف الأستاذ عقيل ماجد المخاضري المرحب باسمي وباسمكم. تفضل أستاذ عقيل ماجد المخاضري اللي رافقنا لأكثر من ما يقارب وما يقارب من 100 درس ووقوف لساعات خلف الكاميرا لإخراج الدروس وتقديمها بهذا الشكل اللي تساهم به. الأستاذ عقيل ماجد المخاضري لابد أن أوجه له الشكر الجزيل في تعب هذا وجهده المتواصل. طبعا شكرا أستاذ سعيد، الله كريم عليكم أعزائي الطلبة. هذا شيء قدمة ولو جزء بسيط كهدية لأعزائي الطلاب، ونتمنى لهم في المستقبل أن يشرفوا النجاح إن شاء الله المتواصل والدائم. شكرا أستاذ موفق إن شاء الله. والآن أبناء الطلبة نكمل درسنا، الدرس الثاني من سلسلة دروس الفصل الثاني الحقل الكهرومغناطيسي. احنا في الدرس الأول أخذنا مقدمة عن المغناطيس واستعمالاته وكيف تتولد المجالات المغناطيسية وتأثير المجال المغناطيسي والكهربائي كل على الانفراد على جسيم مشحون شلون يدخل خلاله، ما هي طبيعة القوى وكيف يمكن تحديد اتجاهها. وأيضا أخذنا ماذا يحصل عند دخول الجسيم المشحون الموجب داخل المجالين الكهربائي والمغناطيسي لما يدخل هذا الجسيم المشحون خلالهما، وقلنا سوف يتأثر بقوة تسمى قوة لورنس، هي حالة محصلة القوتين الكهربائية والمغناطيسية المؤثرة في هذا الجسيم المشحون. وأخذنا آخر شيء كان تطبيق عملي لقوة لورنس كانت موجبة الأشعة الكاثودية اللي تتحكم بمسار حزمة من الإلكترونات الساقطة على شاشة الموجبة الكاثودية. اليوم هذا كله كان تسمى مقدمة، اليوم ناخذ موضوع الحتة الكهرومغناطيسي. وعن سبق وأن أشرنا إلى أنه من أول من ربط بين الكهربائية والمغناطيسية بعد قرون عدة تصل قد يكون إلى 24 قرن أو 23 قرن حتى اكتشفت العلاقة بين الكهرباء المغناطيسية من قبل العالم الدنماركي أورستيد وأمبير عندما كانوا يعملون على تجربة عادية للتيار الكهربائي ولاحظوا انحراف الأبرة المغناطيسية حتى سميت تلك التجربة الشهيرة باسمه، يا ما سميت بتجربة أورستيد وأمبير يا ما سميت بتجربة الأبرة المغناطيسية لعام 1819 أو 20. إذا من أول من أوجد العلاقة بين الكهرباء المغناطيسية كان هو العالم أورستيد. فالسؤال كيف أوجدت العلاقة بين الكهربائية والمغناطيسية؟ كيف وجدت العلاقة اكتشفت من قبل عالم أورستيد وأمبير؟ جواب، اكتشفت من قبل العالم أورستيد مع أمبير عام 1819 أو 20، بعض المصادر تقول 20 بعض المصادر تقول 19. احنا نقرأ التاريخ حتى نشوف شنو بعد كم سنة يجي فاراداي حتى يوجد الاكتشاف الآخر مع الحقل الكهرومغناطيسي. اكتشفت من قبل عالم أورستيد عام 1819 حيث وجد تولد مجال مغناطيسي حول الشحنات المتحركة أو حول التيار أو حول التيار في سلك أو حول التيار الماء في سلك. طبعاً يا تجربة قلنا بتجربة الإطلاق تجربة الأبرة المغناطيسية اللي درستها بالصف الثالث. طيب إذن هذا أول اكتشاف للعلاقة بين الكهربائية والمغناطيسية، وكانت هذه منعطف كبير في تاريخ الاكتشافات العلمية اللي وراها بدأت تصنيع الأجهزة واكتشافات عظيمة على أثرها. طيب هذا الاكتشاف العظيم إلى ماذا قاد بقية علماء؟ طبعا هو العالم أورستيد
قال لما يمر تيار كهربائي تولد حول مجال مغناطيسي يخضع لقاعدة الكف اليمنى. هذا ما موجود عندك، بس خلنا أذكرك نحتاج الكلام هذا. الدرس الماضي تكلمنا عن قاعدة الكف اليمنى لتحديد القوة المغناطيسية FB. تلك القاعدة الكف اليمنى قاعدة رياضيات، قاعدة الضرب الاتجاهي أو تحديد اتجاه المحصل. هاي قاعدة ذكرها أرسل قاعدتين، قاعدة الكف اليمنى للسلك المستقيم لو كان اتجاه التيار بهالشكل، هذه نطلع أو اسمعها ما مثبتة عندك بس احنا نحتاجها، هي قاعدة الكف اليمنى للملف. فقال قاعدة الكف اليمنى لو قبضنا هذا صور هذا السلك وهذا التيار، لو قبضنا على السلك بالكف اليمنى بحيث كان الإبهام باتجاه التيار لكانت لفة الأصابع باتجاه خطوط المجال المغناطيسي، يعني هذا المجال بيتر. هذه القاعدة الأولى قاعدة فورس الأرض، أو بعض الأحيان تعزل أمبير، قاعدة أمبير. على كل حال يعني هم علمات بيانات مكتشفة الظاهرة سوى نفس التجربة. بعدين زين قالوا إذا صنعنا من عنده ملف تعكس القاعدة، سموه قاعدة الكف اليمنى للملف. هذه قاعدة الكف اليمنى للسلك المستقيم، نحتاج الاثنينات خاصة هاي بكثرة محتاجة. وقاعدة الكف اليمنى للملف أو ما يسمى الحلقة، يعني هي الحلقة هو الملف مجموعة من الحلقات. فلو قبضنا على الملف بالكف اليمنى، لو قبضنا على الملف بالكف اليمنى وكان التيار باتجاه خطوط المجال المغناطيسي لكان الإبهام باتجاه كثافة الفيض المغناطيسي أو خطوط المجال المغناطيسي، يعني بهالشكل أصبح هذا مغناطيس كهربائي. هذا اللي درسته بالمتوسط واللي هي الاستثمارات حكيناها بالدرس الماضي. إذا هذا مرة تيار كهربائي أرش تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة مغناطيسية، إذا حول الطاقة الكهربائية إلى طاقة مغناطيسية. هذا اللي دفع العلماء إلى التفكير والاستقصاء، هل بإمكان الوصول إلى حقيقة معاكسة؟ يعني هم بقرارتهم في نقاشهم قال هو أرسل شنو اللي سوى؟ أرسل جاب تيار كهربائي مرر في ملف، أي حول الطاقة الكهربائية إلى طاقة مغناطيسية. فقالوا هل من الإمكان الوصول إلى حقيقة معاكسة؟ أي نحصل على تيار كهربائي من طاقة مغناطيسية؟ إذن هذا السؤال الآخر، ما هو تأثير سؤال؟ ما هو تأثير اكتشاف أرنستين على بقية العلماء؟ شو سوى الناس؟ خلهم تأثير؟ سؤال، ما تأثير اكتشاف أرنستين؟ هذا اكتشاف مخترع، اكتشاف واحد اختراع واحد، الاختراع أن تصنع لك شيء ما موجود، الاكتشاف تكتشف شيء موجود أصلاً هو، ومنضبط الخليقة موجودة بعلاقة بين الكهرباء المغناطيسية، يعني مو أرنستين هو صنعها، ما اخترعها، وإنما اكتشفها. ما تأثير اكتشاف أرنستين على تفكير بقية العلماء؟ إيش خلاهم هذا؟ خلاهم البحث والاستقصاء، دفعهم للبحث والاستقصاء. جواب، دفع بقية العلماء اللي من ضمنهم فاراداي وهنري وكثير جزء من العلماء التي لا تتراشاهم، دفع بقية العلماء للبحث والاستقصاء. البحث والاستقصاء في إمكانية والاستقصاء في إمكانية التوصل إلى حقيقة معاكسة لاكتشاف أرنستين، لاكتشاف أرنستين، أي نحاول نحصل على تيار كهربائي من مجال مناسب، وهي الحصول على تيار كهربائي من مجال مغناطيسي. هذا اللي وصلت دفعهم، خلي العلماء البقية تفكر. هذا الاكتشاف البسيط، هذا اللي هذا نتاج هسه بالعالم التطبيقات العملية خلال البحثون. شو وقت تم التواصل؟ شنو هل فعلا تم هذا؟
كيف توصل للحصول على التيار المجاني الوراثي؟ هل تم هذا الكلام؟ نعم، بعد 11 و 12 سنة على يد مايكل فاراداي في لندن وهيلاري في شيكاغو بأمريكا، ذول العلماء كلهم على انفراد طبعا، ذاك يعمل بأمريكا، ذاك يعمل بلندن، توصل إلى فعلا يمكن الحصول على تيار كهرباء من مجال مغناطيسي من خلال تغيير الفيض المغناطيسي الذي يخترق الحلقة، وهي ظاهرة الحد الكورة مغناطيسي اللي نجي ناخذ تفاصيله. إذا من اللي اكتشف العلاقة أورستيد؟ من اللي طبقها كظاهرة حقيقية مغناطيسية؟ كان مايكل فاراداي وهيلاري. سؤال: كيف تم التوصل إلى الحصول على تيار كهربائي من مجال مغناطيسي؟ الجواب: لقد تم التوصل إلى ذلك من خلال العالم مايكل فاراداي باستخدامه، ومايكل فاراداي وهيلاري كل العالم فاراداي وهيلاري، هذا في لندن وهذا في أمريكا في شيكاغو وهذا في لندن، باستخدام الحلقة أو الملف. فاراداي استخدم ملف، ذاك استخدم حلقة، والحلقة هي الملف، من خلال تغير الفيض المغناطيسي الذي يخترق الحلقة أو الملف خلال وحدة الزمن. إذن خلاصة الفصل، خلاصة الدرس هو هذا، لازم عندنا تغير بالفيض المغناطيسي، راح ندرسه بدروس العكا، يعني دلتا فاي بي على دلتا تي، هاي هو العامل الأساسي ومحور الفصل كله مالتنا. لازم عندنا تغير بالفيض المغناطيسي الذي يخترق الموصل، وليس بس الحلقة حتى لو صفيحة، حتى لو سلك، حتى لو أي موصل يتغير الفيض المغناطيسي به، هذا كل فصل راح يبنى على الأساس. طيب خلينا نشوف عدد التجارب، كل التجارب بالحق الذاتي بالمتبادل بغيره، بحلقه بملف بصفيحه بتيار الدوامه بالتطبيقي بسلك بالايموشنال، شكو موصل يتغير بالفيض المغناطيسي، راح تتولد بقوه دافع كهربائي محتاجه ينتج عن التيار. طيب هسه نجي الى اكتشاف فاراداي، نجي الى موضوع الثاني اكتشاف فاراداي، وناخذ تجربه فاراداي، اكتشاف فاراداي، وراح ناخذ من عنده تجارب هناك اجرت بعد هذا الكلام، يعني العلماء بداوا يطورون تجارب، كثير من التجارب، بس عندنا تجربه ثانيه في منهجك، تجربه فاراداي الشهيره المستعمله لحك الكورو مغناطيسي. خلي بالك من عندها عزيز الطالب، انما عندك اكثر من اربع تجارب، تجربه يونغ بالفصل الرابع، تجربه فاراداي بالفصل الثاني، وتجربتين بالحك الاسف بالمتسعات، تجربة مال البعد مال الساعة المتسعة، وتجربة مال المساحة المتقابلة أخذناها في الفصل الأول، وهي التجربة الثالثة، خلي بالك منها، تجربة يقول لك اشرح لي اياها، وصل طبعا أكيد تسمع مثل النشاط لازم تسمع، تجربة فاراداي الشهيرة سميت اسمها، تجربة فاراداي الشهيرة، ايش أخذ بها هذا؟ أخذ اشرح لك اياها وبعدين نجسد نرسمه ونشرحه بعدين. ايش اخذ هذا الرجل؟ اخذ حلقه من الحديد المطاوع طبعا. ليش حديد مطاوع؟ الحديد المطاوع نفوذيته عاليه، هذا ما موثق مذكوره عندك بالمنهج بس لمعلوماتك. حلقه من الحديد المطاوع، الحديد المطاوع نفوذيته عاليه، يوصل على مجال المغناطيسي بشكل اكبر، بعدين ما يحتفظ بالمغناطيسية، حال انقطاع التيار يفقد المغناطيسية، مو مثل الفولاذ، الفولاذ يحتفظ بها. وناخذ ملفين معزولين، ملفين، هذا ملف وهذا ملف، ملفين ذني، أحدهما يربط إلى
بطارية على التوالي، إلى بطارية ومفتاح، وتسمى بالدائرة الابتدائية. هاي الدائرة الابتدائية. ويربط الملف الثاني الآخر المأزول إلى جهاز حساس، كان يكون جلبايومتر. جلبايومتر نعم، تيارات بسيطة، ما يسوون أميتر وكملي أميتر وكو جلبايومتر. جلبايومتر تيارات صغيرة جدا، حساس على الجهاز، وجهاز حساس على صفر بالبداية قبل ما تبدأ التجربة. خلاص هاي الأدوات مالتك. فاشلاحظ فرداي، لاحظ فرداي عند غلق الدائرة راح يمر تيار كهربائي آي، تيار طبيعي، هذا مو معتاد، تيار آي، هذا تيار طبيعي، تيار بطارية، هاي دلتا مي بطارية، مر تيار راح يتولد حول مجال مغناطيسي، متفق عليه انه اكتشاف أوس لما يمر تيار في ملف ولا في حلقة أو سلك يتولد حول مجال مغناطيسي. هذا المجال المغناطيسي راح ينتقل هنا بظاهرة النار، هذه تولد فاي بي أو مجال بيتا، ينتقل إلى الملف الثاني، الملف الثاني وهذا ملف ابتدائي، هذا ملف الثاني، ينتقل بظاهرة الحث المتبادل. ونتيجة لهذا التغير نلاحظ هنا عندنا يعشر جهاز، لاحظ فرداي انحراف المؤشر، وبعد فترة قصيرة يعود مرة ثانية إلى صفر. ما زال الحرف دليل على مرور تيار محتد، I induced تيار محتد، مو تيار أصلي، ما عندك بطارية، هذا منين جاء التيار؟ تيار محتد، حطينا نفس الشحنات الموجودة بالسلك على الحركة، فالتيار محتد induced، ويرجع يعود للصفر. طبعا انحراف المؤشر دليل على مرور تيار محتد. انت هذا عندك مصباح ما زال مر بي الطاق ضوء، ما اكو تيار، مين جاء منا على المهم مر بي تيار، فهذا ما زال اشر، معناته شنو؟ مر تيار محدد. وعودته الى صفر بسبب ثبوت التيار، لان هذا التيار البطاريه عدا لحظتي الغلق والتنامي والفتح التراجعي، على طول هو يكون ثابت كونستانت، فيعود للصفر. ولاحظ فرداي عند فتح الدائره انحراف المؤشر الى الجهه الاخرى، يعني هذا اتجاه التيار عكس اتجاه هذا التيار، هذاك بالتنامي هذا بالتلاشي. نفتح التيار المفتاح العفو، نفتح دائرة الابتدائية، يعود المؤشر إلى الصفر. دليل أيضا على مرور تيار، بس هذا التيار نتيجة التلاشي. إذا هذا نتيجة التنامي لليمين، هذا نتيجة التلاشي. وبعد لحظة يرجع للصفر. أيضا بسبب انعدام مو ثبوت، ذاك بحالة أكو أسئلة دقيقة في هذه التجربة ممكن تسأل عليها، مو بضروري يقول لك اشرح لي تجربة فرداي بالكامل. يسألك سؤال، ماذا يدل الحراف المؤشر؟ ولماذا يعود المؤشر للصفر؟ وأيضا بالفتح الدائرة، فلازم تكون أنت شو اللي لاحظ فرداي؟ لاحظ أنه شو؟ فقط عند لحظتي الغلق والفتح يتولد التيار. إذا معناته فقط عند حصول تغير، فهذا هو العامل الأساسي لظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. طيب اذا تسال اشرح لي التجربه. قلنا اولا ناخذ ملفين سلكيين معزولين، يعني حتى ما يصير توصيل، ناخذ ملفين سلكيين معزولين، احدهما يلف على التوالي بأحد أطراف الحلقة ويربط على التوالي، ويربط على التوالي، ويربط على التوالي مع المفتاح، مع المفتاح والبطارية، وتسمى بالدائرة الابتدائية، وتسمى بالدائرة الابتدائية. طيب ثانيا ويلف الملف الاخر بالجهه الاخرى، بالجهه الاخرى للحلقه، ويربط الى جهاز حساس جلبا
نانومتر تدريجه على صفر، تدريجه على الصفر. طيب بعد ما جرينا التغيير هذا استعدادات ربط الفيتشر، ربطت هذا مفتوح، هذا ربطنا مع جهاز حساس. هسه نغلق الدائره، نغلق او نفر، غلق الدائره عندها غلق الدائره لاحظ فراداي، فراداي اللي يجري التجربه ثلاثه، وعنده غلق الدائره الابتدائيه بالمفتاح. طبعا يساب تيار الدائره الابتدائيه، نلاحظ انحراف مؤشر الجلفار نومتر او جهاز الحساس الى جهه معينه، مثلا لليمين، نقول نفرضها لليمين حتى نشوف بالتغلب الفتح لليسار يصير عكسه تجاه التيار، هذا له معنى. نلاحظ انحراف مؤشر الجلفار نومتر الى جهه معينه مثلا اليمين، ثم عودتي سريعا الى الصفر. تعال تستنتج من العمليه الاولى انحراف المؤشر الدائري على مرور تيار محتد في الدائره، انحراف مؤشر الجهاز الحساس في الدائره الثانويه دليل على مرور تيار محتد اي الديوز، هذا تيار عادي، تيار طبيعي من البطاريه كونستانت، دليل على مرور تيار محتد في الدائره الثانويه. اما عودته الى الصفر فكان بسبب ثبوت التيار، يا تيار في الدائرة الابتدائية بسبب ثبوت التيار في الدائرة الابتدائية، وثبوت معناته وثبوت المجال المغناطيسي. طيب هنا ممكن يجي يعني سؤال مو ضروري يجيب لك التجربة مثلا يسألك هذا السؤال، في تجربة فاراداي الشهيرة لماذا ينحرف المؤشر بسبب الدائرة الثانوية؟ بسبب تولي التيار محتد. لماذا يعود إلى بسبب ثبوت المجال، ثبوت التيار وثبوت المجال المناطقي. خمسة، وعند فتح الدائرة، لا طبعا كان بسبب تنامي، العملية الأولى تنامي، لا تلاشي، وعند فتح الدائرة لازم نحن نعمل تيار ترابيزي. نقول تهدئ على مرور التيار، نقول بسبب تنامي الفيضة، ما هو ما مذكور، بعدين نفهم شو الموضوع التنامي والتلاشي، يعني هذا عملية مرور التيار كان بسبب تغير، يعني دليل على مرور التيار. طيب، وعند فتح الدائرة نلاحظ انحراف مؤشر الجهاز الحساس إلى الجهة الأخرى من الصفر، يعني إما إلى اليسار، إلى ذاك اليمين هذا اليسار عكس لازم، وإذا ذاك اليسار هذا اليمين، دليل على مرور تيار محتد بسبب تلاشي التيار. ناخذ نضيف هنا بسبب تنامي التيار في الدائرة الابتدائية، هذا بسبب تلاشي التيار في الدائرة الابتدائية. أما سبب عودته إلى الصفر كان بسبب انعدام التيار، ذاك بسبب ثبوت التيار، هذا بسبب انعدام. أما سبب عودته إلى الصفر كان بسبب ثبوت أساسه
انعدام التيار بسبب انعدام التيار، بسبب انعدام التيار في الدائرة، بسبب انعدام التيارين في الدائرة الابتدائية. إذا ماذا نستنتج من هذه التجربة؟ يحصل تغير بالفيض المرانس فقط، أنت حصول تغير بالفيض المرانس أو لحظتين وذلك الفترة. إذا نستنتج ستة، نستنتج من هذه التجربة نحصل على تيار محتد فقط عند حصول تغير في الفيض المغناطيسي فقط عند لحظتي غلق أو فتح الدائرة الابتدائية. وهذا اللي جلب، انتباه فرداي، ليش فقط بس لحظتين؟ هو جاي يشوف اكو تيار يأشر مؤشر، بس ليش ما يستمر يضل يبحث الى ان توصل الى النتيجه والسبب؟ هذا اللي جلب انتباه فرداي، هو يقول اكو حاله، اكو عندي تيار فعلا جاي يتحول، يأشر ويرجع، بس ليش ما يستمر؟ ليش ما تديم العمليه؟ لان لازم عنده تغيير، لان انتبه فقط في لحظتين غير كل. اذا عزيزي طالب ما عندك سؤال مهمات خلي بالك من عندي. سؤالين مهمات جدا لنا. في تجربة فرداي شهيرة ومن داخل التجربة. ما نكتبها، من داخل التجربة. في تجربة فرداي شهيرة ماذا يدل انحراف مؤشر الجهاز الحساس نحو اليمين عند غلق الدائرة ثم عودته سريعا إلى الصفر؟ الجزء الأول، الشكل الأول دليل على مرور تيار محتد في الدائرة التالوية. أما عودته إلى الصفر كان بسبب ثبوت التيار في الدائرة الابتدائية، يعني المجال هنا راح يصير ثابت، يعني دلتا فاي بي إلى دلتا تي راح يساوي صفر فما يصير. احنا قلنا الشرط الأساسي لازم يصير التغير أكبر من صفر. أما هذا السؤال مهم جدا، ماذا يدل انحراف مؤشر جهاز حساس إلى الجهة الأخرى من الصفر عند فتح الدائرة؟ ويدل على مرور ايضا تيار محتد بس بسبب التلاشي، مو بسبب التنامي والتزايد، بسبب تلاشي التيار في الدائره الابتدائيه وتلاشي الفيض. اما ليش يعود للصفر؟ يبقى بسبب انعدام، مو بسبب الثبوت، ذاك بسبب الثبوت، هذا بسبب انعدام التيار. على كل حال هنا ممكن نسال سؤال، هذه التجربه كثير من الاسئله. سؤال، ما الذي جلب انتباه فرداي؟ في تجربته الشهيرة؟ شنو اللي جلب انتباه؟ لاحظ تولد التيار المحتد فقط لحظتين، غلق الدائرة الابتدائية وفتح الدائرة، أي فقط عند التزايد والتراخص أو التغير في الفيض المغناطيسي، وهذا هو العامل الأساسي لظاهرة الحد الكورنسي. اللي جاب انتباهها تولد تيار محتد اي انديوز في الملف الثانوي، اذا هذا ملف ابتدائي هذا ملف ثانوي. تولد تيار محتد في الملف الثانوي فقط عند لحظتي غلق وفتح الدائرة الابتدائية، أي عند حصول تغير بالفيض المغناطيسي الذي يخترق الملف، يعني دلتا فاي بي على دلتا تي لو أكبر لو أصغر من صفر، بالتنامي أكبر من صفر، وبالتلاشي عند دلتا فاي بي على الدلتا في أصغر من صفر، وهذا هو العامل الأساسي لظاهرة الحد الكهرومغناطيسي، لذلك تعتبر هو عامل أساسي.
ما هو العامل الاساسي؟ هذا سؤال جدا مهم وارد بالوزاري عده مرات. ما هو العامل الاساسي لظاهره الحث الكهرومغناطيسي؟ هسه حكينا حصول تغير لازم يحصل لاي سبب كان، بعدين من كثره الحالات اللي يحصل فيها التغير حتى لما نوصل الى قانون فاراداي في الحد الكهرومغناطيسي يقولوا لاي سبب كان اهم شيء التغير في الموصل. يعني بعد هاي الحالة وعندنا تجارب بس أخرى راح ناخذها، ما لنا علاقة بالتجربة، ما لنا علاقة بالأسلوب اللي تحصل به التغير من حركة نسبية، من تنامي، من تلاشي في مواصل سلك. أهم شيء عندنا حصول بالتغير بالفعل المغناطيسي الذي يختلف الموصل. الموصل قد يكون حلقة أو ملف لمحور درستنا في هذا الجزء على الحلقة أو الملف. إذا ما هو العامل الأساسي؟ هذا سؤال مهم جدا ويتكرر عندنا بعد موضوع الفيل. ما هو العامل الأساسي في ظاهرة الحد؟ هذا مهم السؤال. في ظاهرة الحد الكهرومغناطيسي جواب هو حصول تغير بالفيض المغناطيسي، هو حصول تغير بالفيض المغناطيسي الذي يخترق الحلقة أو الملف أو حتى الموصل سواء كان صفيحة ولا سلك. وحصول تغير بالفيض المغناطيسي الذي يخترق الحلقة أو الملف خلال وحدة الزمن، يعني لازم عندي دلتا فايبي على دلتا تي يحصل بي تغير. إذا بناء على هذا الكلام وهذه الملاحظة استطاع فاراداي أن يفسر سبب الفشل في التجارب السابقة من قبله هو ومن قبل بقية علماء. استطاع أن لأن جميعهم كانوا يستخدموا بطاريات فكانوا يعتقدون أنه تجاربهم فاشلة، بس اللي جلب انتباه فاراداي يقول هو اكو موجود تيار بس ليش ما جاي يستمر؟ يعني معناته لازم عندنا عمليه تغيير مستمره مثل ما راح تحصل في حاله المولد، عمليه دوران داخل حلقه او ملف داخل مجال المغناطيسي. اذا دمنا عمليه التغيير بحركه نسبيه او بدوران راح يحصل عندنا نحصل على تيار محتكم يستمر لفتره اطول. فالسؤال كيف استطاع العالم فاراداي أن يفسر سبب فشل التجارب السابقة لاكتشافه هذا من قبله هو ومن قبل بقية العلماء؟ شو سبب فشلها؟ كان الجميع تستخدم البطارية أو المصادر ذات المجالات الثابتة. البطارية تيارها راح نجي ناخذ الدروس اللاحقة يكون عنده التيار يكون يبدأ مثل السيارة تبدأ بالضبط، يبدأ أول مرة مثلا أنا في حالة نمو وبعدين تبوت وبعدين تلاشي. فالتيار الأغلب راح يكون الآي كونستانت بس عدا لحظة تي الغلق والفتح. بالغلق يسموه تنامي راح ناخذ بخير الفصل وهذا تلاشي، بس بشكل عام هي التيارات ثابتة. فاحنا لاحظنا بس من الحالتين عند الغلق وعند الفتح، اما طيلة تشغيل الدالة هو الاي كونستانت اذا ظلت المقاومة ثابتة للموصل على كل حال لفترة زمنية معينة تقريبا وثابت، يعني مجاله ثابت. لذلك احنا نريد تغير، فطالما ما تغير اذا ما اذا الجواب لأن جميع التجارب السابقة كانت تعتمد على مصادر اللي هي البطاريات ذات المجال الكهربائي الثابت، يعني التيارها كان ثابت. فاحنا نحتاج إلى تغير بالفعل إذا مجال ثابت عدا لحظتي الغلق والفتح، هذا اللي جلب انتباه فاراداي.
طيب خلي نجي ناخذ النشاط. اكو تجارب اخرى غير هالتجارب، اشكال التجارب عند درسنا حتى بالمتوسط وغيره، كثير من التجارب حتى بالمتوسط درسنا الحالة اتذكر انه هذه هناك اكو ساق مشكل حلوه الفرس ايضا بالشكل هذا، ولما هذا طبعا نورت وهذا ساق هذا خطوط، ولما جبنا سلك جعلنا يقطع فايضا راح وصلنا وصلوا الى جبال ما تروح يعيش ذهابا واياب او قرض على النفس. فهي كثير من التجارب اللي تشير الى ظاهرة الحد الكهرومغناطيسي، وهاي ظاهرة تجربة فاراداي الشهيرة اللي معتمدة على ظاهرة الحد المتبادل اللي هي حالة خاصة من حالات الحد الكهرومغناطيسي. على كل حال خلينا نجي للنشاط هذا اللي تكرر أكثر من مرة مرتين، اللي ذكره مرتين، مرة جابه نصاً مرة حدد قالك بأحد التجارب، لأن صار إشكال بيها بقتها. انت لازم تذكر ثلاث تجارب كثيره على الطالب. فقال وضح بنشاط سؤال، وضح بنشاط، اعتقد اجازه ب 2017 اعتقد دور اول، وضح بنشاط ظاهره الحد الكهرومغناطيسي. فهو النشاط طويل شوي بثلاث تجارب وبي استنتاج، فصار طويل يعني رسومات، فكلف الطلاب وقت، فقسم الطلاب جابوا واحد تجربه واحده او ثلاثه على بحر. بالسنه اللي قبل يمكن عام او وجه او قبل دور ثاني وشوف جابوا ايضا، بس قالوا جاوب تجربه واحده من هذه التجارب الثلاثه. احنا اتفقنا قلنا دائما ناخذ الادوات، ناخذ ملفين او شيء ملفين مجوفين اقطارهما تختلف، طبعا الملفين مجوفين معزولين اكيد على الاسلاك معزوله، نوع خاص هاي الملفات. شلون هاي الملفات الذهبيه اللي تلف بها المطارات؟ فملفين مجوفين اقطارهما تختلف بحيث يمكن ادخال احدهما في الاخر. نحتاج هاي اولا يعني بهالشكل، هذا ملف الاول هذا ملف وهذا الملف الثاني بهالشكل، اختارهم الخارجيه والداخليه اختلاف بسيط بيناتهم بحيث ان هذا يدخل بداخل هذا. ثانيا نحتاج الى بطاريه، نحتاج الى ساق حديد، عفوا ساق مغناطيسية، ونحتاج إلى جهاز جلبا نومتر، نحتاج إلى مفتاح كهربائي، نحتاج إلى أسلاك توصيل، كل هذا نحتاج إلى عجبك خدمتي. طيب هذا من ثلاث تجارب حيقدم نفس النتيجة، راح نوصل إلى نفس النتيجة. لازم عندنا تغيير بالفيض المغناطيسي، ولازم يكون هذا عملية اتجاه التيار قد يكون لليمين اليسار، إذا قطبيته تعتمد على ذلك. إذا التجربة رقم واحد، مثل التجارب. شلون؟ بالشكل، خليني أشرح المرة. أخذ هذا الملف الثانوي، هذا الملف الأولي، وضع أمامه ساق مغناطيسية، وضع الساق المغناطيسية هذه وموازاة بحيث قطبها الشمالي مواجه لوجه الحلقة، هذا نورث وهذا ساوث، في حالة سكون وضعهم في حالة سكون. طيب وضعهم في حالة سكون، هذا الساق المغناطيسية وضعها في حالة سكون، على الرغم من الفيض موجود لكن راح نلاحظ ماكو مرور، رغم هذا في حالة سكون يعني البي سرعة تساوي صفر، الفيض موجود، هذا الدلتا باي بي بس ما عليه تغير، ماكو تغير بالزمن، يساوي صفر سكون، ما عنده حركة نسبية، رغم وجود الفيض مختلف لكن ماكو تيار، بدليل لما ربطنا الجلبا نومتر، شلون ما تسمى نومتر مربع دائري مو مشكلة، هذا مشروع الجلبا نومتر، نلاحظ أشياء على الصفر ما يعيش ما ينتهي التيار، دليل على، لكن لما أبدأ بتقديمه بحركتين مرة اقترابا
ومرة بتعادل سواء حرب ترابل بتعادل. الاختراب هو عملية كلامي تزايد، يعني الدلتا فاي بي على الدلتا تي صار أكبر من صفر، وهذا هو الشرط الأساسي لتولي التيار فيأشر عندك لليمين. ولما سحبناه للأعلى جعلنا الدلتا فاي بي هذا تنامي وهذا تلاشي العملية، نقربه ونبعده بحيث موازاة المحور مالته. ناد دلتا فاي بي على الدلتا تي لازم يصير أصغر من صفر تلاشي، فاحنا ما لنا علاقة بأهم شيء تغير سواء كان تناقص ولا تزايد، تنامي ولا تلاشي، هو حصول تغير فنشوفه بس اتجاه يختلف. ناشو التجربة الأولى، إذا شلون تثبتها هالشكل؟ التجربة تشرح لي اياها بشكل خطوات 2 3 4 شمر ترتب رتب فاهمه بهذا الكلام. إذن اولا نربط طرفي الملف او احد الملفين، هو الملف الثاني او الاقصد هذا نعتبره هذا الثاني داخل المخمر سنوات، نربط طرفي الملف الثانوي الى الجهاز الحساس اللي هو البرمتر، ونضع المغناطيس او قطعه المغناطيس او الساق المغناطيسي، ونضع الساق المغناطيسيه بحيث يكون القطب الشمالي، القطب الشمالي مواجه لوجه الحلقه لوجه الملف وبموازاة محوره، على بموازاة المحور، وفي حالة سكون، وفي حالة سكون يعني البي يساوي صفر، أي أن الدلتا فاي بي على الدلتا تي يساوي صفر. شو نلاحظ؟ نلاحظ ثبوت مؤشر الجهاز على الصفر. شو دليلك؟ دليل على عدم مرور تيار محتد في الملف. طيب هسه نبدا بالتغيير، نبدا بالتغيير، ندفع الساق المغناطيسية باتجاه الملف يعني تقريبها يحصل تمام. نلاحظ انحراف مؤشر الجهاز الحساس دليل على مرور تيار محتد في الملف بسبب تنامي الفيل المناطق. طيب. ثم نبعده، ثم نبعد ورابعا عندنا الخطوة الأخيرة عند إبعاد الساق المناطسية، رابعا عند إبعاد الساق المناطسية أيضا نلاحظ انحراف مؤشر الجهاز الحساس، أربعة وعند إبعاد الساق المغناطيسية عن وجه الملف نلاحظ أيضا انحراف مؤشر الجهاز الحساس بالاتجاه المعاكس. طبعا هذا دليل على شو؟ دليل على حصول حالة الحد الكهرومغناطيسي، هذا استنتاج نستنتج فعلا انه حصل ظاهره حد كهرومغناطيسي نتيجه الابعاد او الاختراق. هذه التجربه الاولى، هذه هي التجربه الاولى. نجي للتجربه الثانيه نفس الادوات تقريبا بتغيير بسيط. بعد ما استخدم ساق مغناطيسي ما راح استخدم الساق المغناطيسي. تجربه رقم 2 هذا الكل يصبر في نفس المعنى. تجربه رقم 2 هالمرة شو ناخذ الملف ابتدائي، يعني شو راح نسوي؟ نفس الخطوات اللي قلنا، ما
مجرد نستبدل الساق المغناطيسي ذات المغناطيس الدائمي بملف مغناطيس كهربائي. شلون نسوي مغناطيس كهربائي؟ اربط طرفي، نربط طرفي الملف الابتدائي الى بطاريه، هذا صار عندك مغناطيس كهربائي لا اكثر ولا اقل. مجرد غيرنا بدل ما مغناطيس كان مغناطيس دائمي جبنا مغناطيس كهربائي، مغناطيس طبيعي او صناعي. وايضا ونضعه بشكل مواجه نفس الخطوات الايه؟ نفس الخطوات الايه بالضبط. يعطينا نفس الناتج. ايضا الايه نفس الخطوات للتجربه الاولى. واحد نربط طرفي الملف الابتدائي الى قطبي بطاريه. يعني معناته نحصل على مغناطيس كهربائي سواء كان كهربائي والا دائمي ونفس النتيجه. وفي حاله سكون وفيه ونضعه مواجه لوجه الحلقه. ثانيا نضع المغناطيس مقابل لوجه الملف وبموازاة محوره نفس الخطوات السابقة. ثلاثة نقرب المغناطيس، يعني حركة نسبية، يعني نعمل حركة نسبية، عملية اقتراب وعملية ابتعاد، يعني تنامي وتلاشي. وسواء كان تنامي ولا تلاشي نفس الفقرات السابقة. بالتلاشي أصغر من صفر، بالتنامي أكبر من صفر. نقرب المغناطيس من وجه الحلقة ثم نبعده عن وجه الملف. نلاحظ انحراف مؤشر الجهاز الحساس على جهتي الصفر دليل على مرور تيار محتف في الملف. طبعا قطبيته تختلف بالتنامي عكس اللي بالداش، مرة على اليمين هذا بالتنامي، مرة على اليسار بالداش. هاي الحالة انتهت التجربة رقمية. نعيد تجربة أخرى. يجي شخص آخر يقول أنا ما سوى حركة نسبية، ما نعمل عملية حركة نسبية اقتراب وابتعاد. شو اللي راح يعمل؟ راح يخلي المفتاح هنا على الدائرة الابتدائية، يخلي المفتاح كهربائي، يضع مفتاح كهربائي ويثبت، ما يدير عملية ونثبت هذا المغناطيس أو الكهربائي في جوف في الملف. حق المذنب نحتاج إلى ملفين أخطارهم تختلف بحيث يمكن إدخال أحدهما بالآخر. إنه هاي الحركة هالمرة نثبتها في جوف الملف بدون حركة نسبية. بس لما نسوي عملية غلق وفتح، غلق للدالة الابتدائية وفتح، يعني راح نغير السبب الحق. هنا هذا التغير سبب تغير الفيض المغناطيسي، كان من حركة نسبية، هسه ما راح نسوي من عملية فتح وغلق. نسوي عملية فتح وغلق للدائرة. أيضا هذه عملية الغلق والفتح أيضا تؤدي إلى تنامي وتلاشي بدون حركة نسبية. يعني يا اما تقرب تبعد يا اما تفتح وتغلق. فالتجربة رقم ثلاثة نضع اولا نضع مفتاح كهربائي في دائرة الملف الابتدائي ونجعله مفتوح بالبداية. هذا مفتاح كهربائي عندك، هذا مفتاح كهرباء على احد السلاك الموصله الى البطاريه، فراح يتحكم بعمليه الغلق والفتح، اي تنامي وتلاشي. ثانيا فعند غلق الدائره، طبعا الحكي بعد ما لازم نثبت، نضع مفتاح كهرباء في دائره الملف الابتدائي ونثبته ونثبت الملف
الابتدائي في جوف الملف الثانوي دون حركة نسبية، دون حركة نسبية بينهما. يعني هالمرة ما نريد التغير ناتج من عملية اقتراب وابتعاد، يعني بدون حركة نسبية. شنو البديل؟ البديل عملية الغلق والفتح، أيضا تعطيني تنامي وتلاشي للفيل المراس. ثانيا نغلق الدائرة الابتدائية بواسطة المفتاح، نلاحظ انحراف مؤشر الجهاز الحساس باتجاه معين، وعند فتح الدائرة غلق وفتح، لا غلق نفتح، وعند فتح المفتاح في الدائرة الابتدائية نلاحظ انحراف الجهاز الحساس في الجهة الأخرى، يعني قطبية اختلفت المرة الثانية، اتجاه تغير. إذا نستنتج من كلتا التجارب الثلاثة، ماذا نستنتج من النشاط؟ نستنتج من النشاط استنتاجين، نستنتج من النشاط من تجارب الثلاثة، من تجارب النشاط الثلاثة عندنا استنتاجين. واحد، تتولد قوة دافعة كهربائية محتكة من سابتها المحتكة في الملف فقط عند حصول التغير بالفعل يختراج بابتعاد تنامي وتلاشي. تتولد قوة دافعة كهربائية محتكة، راح اسمها بعدين إيدوز. تتولد قوة دافعة كهربائية محتكة في الملف وينساب تيار محتف اي اندوز فقط عند حصول تغير في الفيض المغناطيسي الذي يخترق الملف. اما القطبيه مالتها يعني اتجاه التيار يعتمد على تزايد الفيض او تناقصه، بالتنامي مثلا يكون اليمين بالتلاشي يكون اليسار، اذا التيار اللي ينتج عن التنامي عكس اتجاه التيار او قوه الدافع. ثانيا قطبيه القوه الدافعه الكهربائيه المحتده واتجاه التيار في الملف يعتمد على تزايد التيار على تزايد الفيض على تزايد الفيض المغناطيسي يعني تنامي، وعلى تناقص الفيض المغناطيسي الذي يخترقه، يعني ما يكون عندنا في حالة لاش. إذا اتجاه التيار سيكون اليمين والقطبية للقوة الدافعة على اليمين أو على اليسار بناء على عملية التزايد التنامي أو على عملية التلاشي. هذا الدرس اللي حول ظاهرة تحطي الكهرة المغناطيسي ومسألة، وإن شاء الله الدرس اللاحق ناخذ حالة خاصة من عندها هي الإيموشنال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.